استاذ هذا واحد الملف اللي كنعتبروه بانه ملف مهم، وكنعتقد العقار العمومي بصفه عامه يعتبر شيء مهم، لانه يمكن له ينفع اولا خص الحمايه ديالو، ثانيا التثمين ديالو، وينفع الاستثمارات. طبعا حال طلقنا واحد الحمله داخل على صعيد الوزاره باش نعالجوا هذا الموضوع ديال الملك العمومي بكل انواعه وبالدرجه الاولى الملك العمومي البحري، وخضينا واحد العدد ديال الامور. هذه الحكومه ستنهي التحديد التقني والاداري وتحفيظ الملك العمومي البحري في 2016 تقريبا. شملنا الخارطه كامله، ميزانيه مع واحد مكاتب الدراسات باش ننهيوا العمليه ديال التحديد، لانه كاين اشكال ديال تحديد الملك العمومي البحري. المساله الثانيه جرد الاعتداء على الملك العمومي البحري وتم جرده والتواصل مع السلطات. المساله الثالثه تسويه الوضعيه ديال واحد عدد الناس اللي ما كانوش كيأديو. المساله الرابعه لم يعد يعطى اي رخصه لمن يريد انه يبني الدار ديالو في الملك العمومي البحري، انما سيكون موجها بالدرجه الاولى الى الاستثمار. وشكرا. اود ان اذكر باننا اعددنا مشروع قانون جديد فيما يتعلق باحتلال الملك العمومي، وخاصه الملك العمومي البحري، والتوجه اللي ماشيين فيه هو توجه استثماري وتوجه ايضا ديال المنافسه، الا في حالات كيمكن يقدم الامكان واحد المشروع. ثم اطلقنا دراسه غنساليوها هذه السنه، سميناها المخطط الوطني لتتمين الملك العمومي البحري. المخطط الوطني لتتمين الملك العمومي البحري، شنو اللي غيصلح للاستثمار، شنو اللي غيصلح للرياضه، شنو اللي غيصلح للسياحه، شنو اللي غيبقى محمي ما عمره يتقاس. ثم في اطار شكرا.